اسمع معي إلى أي درجة وصل بنا الضياع والانحلال. قال لي أحد الثقات عن قصة حدثت في حيهم يقول شابان فاسقان، سهر طويل بالليل ونوم طوال النهار، مع العلم أنهم متزوجون عندهم زوجات، لكن استمرأوا حياة الضياع. قال أحدهما للآخر: أريدك في خدمة تساعدني، فإني على علاقة مع زوجة إمام هذا المسجد. يقول لصاحبه الخبيث، يقول للخبيث الثاني: أنا على علاقة مع زوجة هذا الإمام، وأنا تواعدت معها، وإني قد تواعدت معها معك في المسجد. ثم تذهب إليه تشغله بالسؤال حتى أدق عليك بالجوال أني انتهيت. فوافق الخبيث الثاني مرة، ثم يوم ثاني، ثم يوم ثالث. سبحان الله، هذا الشاب يقول: أنا أعاشر الإمام، وجدت منه طيبة ورجولة ما وجدتها في غيره، أثر فيني بكلامه وحلو عباراته، حتى اعترفت له. فقال لي الإمام: أنا مش متزوج أصلا. ثم اكتشف أن الخبيث كان يذهب لزوجته هو ثم اكتشف أن الخبيث يذهب إلى زوجته إلى زوجته هو منتهى إيش تسمونها؟ أسألكم بالله، فقاحة، حقارة، تطالب، إيش نقول في مثل هذا؟ والله إنها قصة حق، أقسم بالله العظيم، رواها لي من يعرف هذا ويعرف ذاك. يخونون بعضهم بعض. أيعقل مثل هذا؟ والله يا إخوان إننا في خطر، وإن لم نتحرك الآن فسينهدم البنيان، وستغرق السفينة، وتسقط الجدار. جاتني رسالة في الجوال قبل أمس بكل وقاحة كاتب فيها: أنا على علاقة مع فتاة، ثم زنيت بها، هي الآن حامل بثلاثة أشهر، ما رأيك نسقطه؟ بكل وقاحة، لا حرارة توبة ولا دموع ندم أبدا، بكل وقاحة. أنا وإياها على علاقة، زنيت بها، هي الآن حامل، ماذا نفعل؟ نسقط الجنين؟ تقول الأمر عادي؟ أقول لك أمر أطم. اتصلت أخرى تقول لي: صديقتي على علاقة مع عمها وقد قضى بكارتها. إلى هذه الدرجة وصلنا من الضياع والانحلال. أين الحميات؟ أين الدين؟ وربي إنها الشاشات والقنوات والإعلام الخائن، ولكن هذا الإعلام الخائن ما كان ليفعل ما فعل إلا لأننا سمحنا له وأدخلناه في بيوتنا وتركنا له المجال يعيش فيها فسادا بالليل والنهار. هل أجبروك على إدخال القنوات أو ضربوك على يدك؟ أليس كما قال القائل: بيدي لا بيد عمرو؟ يا شماتة الأعداء فينا، ويا شماتة الشيطان. والله ما فرح الشيطان بشيء مثل هذه الدشوش المعلقة على البيوت، والله ما فرح بشيء كما فرح بهذه الأطباق التي ملأت بيوتنا، فلقد كفت في المؤونة وأفسدت الأخلاق والمعتقدات، وربتنا على انحلال وضياع.